طبعا احنا كان في عندنا قرار تهجير قسري في حق عائلة سالم في 30/3. طبعا القرار اتجمد لحد حين المحكمة. المحكمة كانت في تاريخ 25/4/2022 اللي هو اليوم. طبعا اليوم احنا توجهنا لمحاكم الاحتلال وكنا في المحكمة اليوم. طبعا كان في جلسة مطولة عن طريق طبعا المحامي تبعنا كان الأستاذ ماجد غنايم. في المحكمة طبعا بعد ما خلصت الجلسة احنا القاضي ما أعطانا يعني قرار. القرار كان انه يعني انه احنا نستنى لحد ما المحكمة انها تقرر شو بدها تحكي. وطبعا هذا بكون عن طريق النت، مش المحامي طبعا، هو بدخل عن طريق النت وبعرف ايش كان القرار تبع القاضي. بارك الله في المتضامنين اللي كانوا اليوم معنا في المحكمة، انا بشكرهم طبعا في اسمي وباسم عائلة سالم طبعا واسم حي الشزراح انهم اجوا اليوم تضامنوا معنا. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيهم. المتضامنين ما قصروش معنا بالفترة اللي فاتت. طبعا هو الضغط الشعبي والاعلام طبعا والاعلاميين والاعلام وطبعا كل الناس اللي اجت وتضامنت معنا ووقفت معنا وطلعت صوتنا للعالم، كله هذا بشكل ضغط على الحكومة، وهذا هو الاشي الوحيد اللي بجيب نتيجة. اي طبعا محاكم الاحتلال بتقدم تأجيل دائما او مثلا بتقدم استئناف طبعا او كذا زي ما بقولوها يعني حتى يمتص غضب الشعب. فاحنا بنقولهم انه احنا هذه الطرق الممنهجة هاي احنا ما بتمشي معنا، احنا ارادتنا موجودة. حتى لو انتوا اجلتوا، حتى لو انتوا مثلا شو ما عملتوا، احنا مش رح نطلع من بيوتنا، مش رح نطلع من حي الشيخ جراح، ولا رح نتخلى عن حي الشيخ جراح، ولا عن القدس، ولا عن المسجد الاقصى، ولا عن البلد القديمة، ولا عن اي شبر في حي فلسطين كافة. فاحنا بنقول هينا موجودين مرابطين في بيت المقدس واكناف بيت المقدس حتى ياتينا الفرج من الله سبحانه وتعالى.